اهلا، هلا بالشباب. السلام عليكم جميعا. اهلا اهلا المالكي ننطر عبد الله يدش. بس هلا الصور، قولوا لي صوتي واضح وصورتي واضحة؟ أهلا أبو خليفة، أهلا شباب. صوتي واضح وصورتي واضحة؟ كل شيء أوكي؟ تمام، ننتظر الضيف. بس الضيف ما أدري وينه. كيف تنقع يسخن؟ ها عبد الله وينك؟ هلا ابو جراح، هلا هلا هلا. السما هلا عمار، شلونك؟ هلا بالحبيب، شو اخبارك؟ لا ما عليه، تاخرنا شويه. الجمهور ناطر، قاعد يقول وين الضيف؟ كاو شويه تاخر الضيف. كل شيء بسرعه والله، بعد ما طلعنا من الاتحاد وكذي. اخبارك تمام؟ الحمد لله، الله يسلمك. يوم فراغ تمرين؟ اليوم والله تمرنا متاخر شوي، على الست، يعني خمسة ونص، خمس. باكر مباراة؟ باكر مع نادي القدسية، هي إن شاء الله. توفيق. حبيبي، الله يقدم. شباب اللي بيسأل في علامة استفهام تحت، طق عليها ودش تسأل، عاد أنا ممكن أعرض الأسئلة يعني. عبود، قبل ما أدري يمكن 10 سنين كذي، ياك عرض من الأهلي المصري. اي عدل، صح. قبل ايش كثر وشنو التفاصيل؟ من اكلمك وشلون وشذي؟ طبعا العرض نادي الاهلي المصري من تقريبا اكثر من 10 سنوات. كنا بمعسكر خارجي مع المنتخب، واجتمع وياي المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن عباس قاعود. هو كان المدير الفني للنادي الاهلي، وهو كان جاهز اصلا، جاي للفندق ومذهب العقد، يعني جاي لي قال لي بس انه توقيعك عشان نخلص معك. يعني تدري نادي الاهلي نادي كبير، يعني عرفت. وقت ولا ما تدري؟ للامانه لا، كنت سامع انه والله في عرض شفهي ومكلميننا ومن هالكلام، عرفت. بس لما يا لي الكابتن عباس قاعود بالفندق، وكان جايب الملف وياه والعقد جاهز وهذا، وفي المبلغ وفي كل شيء، ما توقعت صراحة هذا العرض، وقعدت أفكر في الموضوع. وصارت بعض الظروف عندي هنا في الكويت اللي خلاني شوي إن يعني ما أقدر إني أكمل معاهم. ما أقول رفضت العرض، لا، يعني أكيد الواحد يتشرف، نادي الأهلي المصري نادي كبير، أكيد أي واحد يتمنى يلعب هذا النادي، يضم فيه أفضل لاعبي العالم. بس اي يعني، وغيرها طبعا جت لي عروض ثانيه من الانديه المصريه، بس ان العرض الرسمي يالي من نادي الاهلي. وبس ما صار يعني هني بالكويت الامور ما ساعدت انه يصير الموضوع مثلا. يعني حزتها شوي، كنت في اواخر دراستي في الثانويه، وكانت عندي ظروف يعني، عرفت. وكنت مشوش يعني، ما ادري اكمل اوقف العب، اكمل دراسه.
كانت عندي ظروف صجيه بالدراسه كنت ادرى فيها عمر. هذا اللي خلاني شويه يعني ارفض كثير من الاشياء. يعني وقتك كنت في الثانوية؟ وقتها تقريبا خلاص المرحله الاخيره من التخرج، يعني لازم ها ادز نفسي يعني. زين، على طار الدراسة، بسيادة 2006 اللي بقطر كان هم المفروض تلعب وما لعبت، وبطولة العالم 2006 تحت 19 البنيوزيلندا هم كان المفروض تلعب وما لعبت، بطولتين كانوا بنفس السنة. فأول شيء الأسياد، يمكن بعدين بطولة العالم، ما أدري أي قبل، بس شنو التفاصيل، ليش ما لعبت الأسياد؟ طبعا دورة الألعاب الآسيوية اللي ب 2006 بقطر اسمي كان موجود، ويمكن حتى اسمي في الدرو كان موجود، يعني في الجدول كان محطوط يعني. بس مثل ما قلت لك، هم كانت مشاكلي مع الدراسة هي اللي كانت وقفت كثير من الأشياء. يعني يمكن هذا العرض بنادي الأهلي بيب نفس الحزة، يعني نفس الفترة. فإيه الدراسة يعني حزتها كانت مسويت لي مشاكل كبيرة، يعني إنه لازم أخلص الثانوية وانفصلت من الثانوية فكانوا يعني حادين إنه لازم خلاص بعد ما أطلع لأي بطولة لما أتخرج من الثانوية. انت اي عرفت؟ ثانوي؟ أنا كنت بسلوى، ثانوية فهد السالم. إيه من وقتها يعني ما صار ان احد ساعدك انه ممكن تسافر وقت. إيه طبعا الرفض كان من ناظر المدرسه نفسها، يعني مدير المدرسه هو اللي كان رافض ان انا اطلع. يعني كان مصر ان انا اتخرج من الثانويه، وعشان اتخرج من الثانويه لازم ارفض كل البطولات اللي تيلي، يعني اسياد، بطوله العالم، كثير من البطولات، يعني بطولات الجونيورز، يعني كثير من البطولات رفضتها. ويمكن خلال سنه سنتين يعني وقفت كثير من البطولات، كانت بسببها انه عشان اتخرج من الثانويه. وهم هم ما قصروا معي، حزتها بالثانويه كانوا مساعديني اخر سنه ان اتخرج باي طريقه. يعني يمكن انا كنت اكبر واحد بالثانويه، عرفت؟ ايه بس صراحة يعني هالبطولتين المفروض كان، يعني ما ادري استثناء او اي شيء، على الاقل يعني كل اسبوع بتروح وترد، يعني مثلا صح، الاسكال. يعني كان في فرصه ان حاغ مركز يعني متقدم، خصوصا في الاسياد و بطولة العالم اللي كانت في نيوزيلندا. حتى على يعني أتوقع لو كنا رايحين على مستوى الفرق في نيوزيلندا كنا راح نحقق حتى نتيجة ممتازة، يعني على الأقل نوصل دور الثمانية، يعني هذا أقل الأشياء يعني. عرفت؟ لأن كان فريقنا، أتوقع أن أنا وأنت يعني كان ممكن نحقق نتيجة ممتازة يعني. وقبل 3 سنين لعبت الدوري الالماني، الدوري الالماني يمكن اقوى الدوريات اذا ما اقوى دوري يعني. فتفاصيل منو كلمك وشلون تجربة هناك، وما ادري اذا ليش ما استمرت مثلا موسم مثلا كذا. عرض النادي الألماني وياي عمار انا وياه، انا قاعد، انا مقطع، انت صورتك مقطعة الحين. أوكي. الحين. تمام. أي طبعا عرض النادي الألماني من بدايتها كانت مع اللاعب سايمون روزنر، هذا يعني بطل ألمانيا وكان توب فايف على العالم، يعني أحسن 5 لاعبين من أحسن 5 لاعبين على العالم. هو اللي دش علي صراحة عن طريق الواتساب وقال لي ان احنا محتاجينك بالفريق الفتره هذه الجايه في الموسم الجاي، فنبي نشد حيلنا حتى على عشان ناخذ الدوري ونلعب ابطال اوروبا ونحقق نتيجه حتى زينه وانت راح تفيدنا. قلت له بالعكس، انا يعني حتى من غير الامانه والله انا قلتها ان حتى لو من غير مقابل انا مستعد ان العب هذا الفريق، لان نادي بادربورن نادي كبير، يعني لعبوا فيه اساطير لعبه الاسكواش. عرفت؟ فبلشت وياهم وحددوا لي التاريخ والوقت ورحت لعبت وياهم. لعبت وياهم تقريبا مبارتين، من أو يعني من اقوى المباريات، شتوتغارت واتوقع ميونخ شيء كذي. كان في لعيبه قويه والحمد لله فزت المبارتين هذول. ويعني هم ما صار في الظروف ان انا هم اكمل معاهم، بس لحسن الحظ ان حققنا الدوري في هذه السنه. يعني على الاقل كان لي دور بسيط في هذا الفريق ان نحقق الدوري الالماني. انا اتوقع هو اقوى فريق باوروبا، يمكن بادربورن.
اتوقع. اي هم خذوا في نفس السنه، اتوقع خذوا بنفس السنه بطوله اوروبا الانديه، كان معاهم الكابتن علي فرج بطل عالم، وسايمون روزنر ورافائيل كاندرا، يعني لاعبين صراحه، وحتى يابو ميغيل رودريغيز، سلام. كلهم لاعبين، اي يعني لاعبين كبار يعني. ودك تكررها ولا لا؟ والله يكلموني يعني صراحه، حتى السنه اللي فاتت كلموني على اساس انهم اكمل وياهم، بس بعدها على طول يمكن بشهر او شهر وشوي صارت ظروف كورونا، يعني ما صار في فرصة ان انا اروح العب وياهم يعني. بشوف إذا في أسئلة على هالمواضيع هذه. زين. دقيقة. انت قول لنا عن الدوري الانجليزي، يلا قول لنا. يوم ثاني أقول لك، يوم ثاني. لا لا، سولف لنا عن تجربتك في الدوري الإنجليزي. بعد الدوري الانجليزي والالماني والمصري يعني ما يحتاج، اتوقع 3 دوريات يمكن مع الفرنسي يمكن وياهم، وهم رحت لعبت مباراة قبل سنتين، والفريق في نادي كولهورست الانجليزي، الفريق النادي موجود بلندن، ولعبنا مباراة كانت برا يعني مدينة تشستر، وفزنا فيها 4-1. الفريق فيه 5 لاعبين، يكون 4 لاعبين ولاعبة. شروط المباراة إن الخمسة لازم 3 يكونون بريتش يعني من بريطانيا، من نفس الدولة. اي سواء إنجليزي أو اسكتلندي أو ويلزي مثلا كذي، واثنين يكونوا من برا. فالفريق كان فيه رقم 1 كان ماكس لي من أحسن 15 لاعب بالعالم، وجريج لوبان واسكتلندي وناثان ليك كذا من أحسن 30 40 لاعب بالعالم. والأجواء الصراحة كانت يعني، هو المكان صغير بس انت شايف يعني مكان مفوض يعني الجمهور ايه صح مفوض، الاجواء وايد حلوه الصراحه. والمفروض هالسنه هم اكون معاهم، بس ان الدوري اصلا كبره تكنسل عشان كورونا، فيمكن السنه الجايه ان شاء الله يعني اكون معاهم يعني تجربة ممتازة تشوفها. اكيد يعني. ممتاز. مستوى البطولات عندنا بالكويت سواء الموسم بشكل عام يعني سواء الدوري او البطولات المفتوحه، تحس انه قاعد يتطور ولا قاعد ينزل ولا هو نفسه يعني كل سنه نفس الشيء؟ رايك؟ والله شوف، انا تقييمي للدوري الكويتي بالسكواش يمكن هالسنه انا اعطيه 8 من 10. من 7 أو 8 سنوات طافت صراحه يعني ما كان في منافسه، يعني كانت محصوره بين 3 فرقه اللي هما النصر واليرموك ونادي السالميه. انتقالي السنه هذه لنادي الكويت سوى يمكن حركه كبيره في الدوري، وطلعوا كثير من الفرق اللي تنافس في هذا الدوري، وبالعكس شفنا وايد فرق قامت تنافس الحين على المركز الثاني والمركز الثالث. يمكن نادي يرموك شويه حبه حبه لقدام، هم شويه متفوقين على باقي الفرق، بس نادي الكويت يعني السنه اللي طافت كان في المركز الثامن، اليوم هم في المركز الثاني، انجاز كبير. عندك نادي النصر، عندك نادي العربي ونادي القرين، كلهم لاعبين شباب في كل فريق توليفه، بالعكس قاعد يشدون حيلهم، وقاعد يعني للحين حتى النتائج متقاربه جدا. يمكن نادي الكويت ونادي اليرموك هم الحين قاعد ينافسون على المركز الاول، وباقي الفرق كلها يعني في صراع على المركز الثالث. فانا اشوف الدوري السنه هذه يعني صراحه مستواه جيد جدا الى ممتاز يعني. يمكن السنة اللي طافت يمكن قبل 10 سنين كان اليرموك والسالمية وكاظمة، بعدين صار اليرموك والسالمية وكاظمة والنصر، بعدين صار اليرموك والسالمية والنصر. هالسنة انت لما رحت نادي الكويت صار اليرموك والسالمية والنصر وزيادة الكويت، ومثل نادي العربي كان عندهم لاعبين يجلسون برا وردوا فصار فريقهم زين. نادي القرين لاعبينهم شوي كبروا وراح يتحسنون بعد، فهم صار فريق ينافس. والشيء الزين انه كل سنة مثلا القسم الأول والثاني إن الفريق اللي يفوز على الفريق الثاني القسم الأول يرد يفوز على القسم الثاني. هالسنة صار في إن أنا غلبت الأول فتغلبني القسم الثاني مثلا، بالضبط بالضبط. داخله يمكن أول مرة. اي نعم طبعا، مثل ما قلت لك يعني يمكن نادي اليرموك هم شويه نوعا ما متفوقين، نادي الكويت يمكن انتقالي قلت لك سوى نقله نوعيه في السنه هذه، انه
بالعكس خلى الشباب اللي معاي في النادي يشدون حيلهم في التمرين ونصير على قلب واحد ونشد حيلنا، والحمد لله احنا للحين يعني جد متقاربين مع نادي اليرموك. فهذا بالعكس يعني انا اشوف هذا شيء صحي حق لعبة الاسكواش بالكويت. بس انا بشكل عام اشوف ان يعني مستوى الدوري يعني مو وايد مرتفع، يعني في وايد انديه يعني وجودهم مو مؤثر كلش. يعني انا عديت الفرق اللي تشارك بالدوري مثلا 13 نادي، 13 نادي مو شويه، وايد بالضبط زين يعني ايه 13 نادي، بس يمكن في خمسه منهم يعني مع احترام لهم يمكن مو مؤثرين او ما لهم داعي يعني مو يعني بالدوري، يعني صح ولا لا؟ نعم. اي نعم طبعا عندنا احنا فرق يعني نتمنى انه ما يكون الموضوع هو مجرد المشاركة، يعني احنا ما نبي والله بعض الفرق تكون موجودة زيادة عدد. نتمنى اذا انت داش عشان تشارك في الدوري الكويتي ان انت داش عشان على الاقل على الاقل انك تنافس او تطلع بنتيجة بشكل يكون يليق لسمعة النادي اللي انت تلعب له. فيا اما يكون الموضوع كذي او انا اقترح انه يكون موضوع انه درجة اولى ودرجة ثانية على اساس ان احنا نبتعد عن المباريات اللي على قولتهم ما يحتاج ان انا ادش العب وياهم. انا على ثانية اقول لك انه ليش ما يسوون مثلا درجتين، يكون مثلا 7 اندية بستة او 8 بخمسة، بحيث ان ال5 اندية تحت احنا خلاص يعني مثلا ما نلعب معاهم، وانا ازيد المباريات القوية، انا بدل اباري السالمية مرتين اباريهم 3 مرات، اخليها 3 اقسام، برافو عليك، صح. بدل اباري الكويت مرة اباريهم ثلاث مرات. وشيء ثاني اعطي مجال حق التعويض، تدري انت يمكن خسارة واحدة يمكن انتهى تروح عليك، الدوري. صح ولا لا؟ فتعطي مجال حق التعويض، في نفس الوقت المباريات القويه تزيد، يعني انا ال5 مباريات بدل العبهم مع الانديه المراكز الاخيره العب 5 مباريات قويه مع الخمسه اللي فوق، بالضبط، كلام سليم. وبعدين تعطي حافز حق اللي تحت انه يشوف انه كله يلعب مع انديه ضعيفه، فيعطي حافز انه يمكن يصعد الدرجه الاولى عشان يلعب مع الانديه القويه. بالضبط، على اساس انه يصير في تنافس نفس ما قاعد يصير في الالعاب الجماعيه. نتمنى على اساس يتطور المستوى لازم يتطبق حتى في الالعاب الفرديه، لانه مضيعه وقت للامانه. هذا احنا نسميه في كره القدم دوري الدمج، يعني قاعد دخلوا ويانا يعني فرق يعني احنا وايد فارقين عنهم في المستوى، فبدال لا انا اليوم هذا اروح العب وياه فريق يكون في المركز الاخير، انا لا خلي حق تدريبي ولا حق شغلي اللي انا موجود عندي في الاتحاد، يعني وايد افضل. يعني التدريب تدربه اقوى من المباراه اللي تلعبها يعني. بالضبط بالضبط. وهم لو بيكون في مثلا جوائز ماليه مثلا حق مراكز الثلاثه الاولى حتى اللي تحت مثلا تعطي حافز عشان يصعد مثلا، او حتى الثلاثه اللي فوق يعني اطلع الاول بالدوري مثلا، ما ادري ما في جائزه او ما في حافز يعني. يعني وضع الجوائز وهذا اكيد يعطي حافز كبير حتى حق اللاعبين، سواء الشباب ولا الكبار اللي للحين حتى يعني مثبتين على مكانهم. يعني عدد البطولات كافي ولا لا؟ ولا شوية ولا وايد اللي بالكويت؟ بالنسبة لي انا اشوف ان لا، عدد غير كافي. يعني احنا طول الموسم قاعد نلعب دوري و3 بطولات محلية، اي وبين بطوله وبطوله طبعا 3 اشهر 4 اشهر، يعني ما في حتى البطولات مو متقاربه، يعني على اساس ان انا اخلص من البطوله الاولى ارد اتدرب لاسبوعين او 3 اسابيع وارجع للبطوله الثانيه، نفس ما كان يحصل ايامنا لما كنا نلعب في بطولات علي نجف وصباح السالم والخرافي والشهيد. يعني البطولات هذه صراحه يعني هي اللي كان لها دور ان احنا ان يرتفع مستوانا ويزيد احتكاك بين على قولتك اللي كان فيها جوائز وكان فيها حوافز للاعبين. فهذا بالعكس هذا اللي خلانا احنا نضغط في التمرين ونعطي من جهدنا صراحة زيادة على اساس انه نرفع مستوانا ونحقق نتيجة متقدمة. وحتى البطولات هذه اللي كانت تصير بالانديه يعني كان في تغطيه اعلاميه يمكن اكثر، يعني مثل اللاعب الصغير لما يشوف مثلا كاميرات برا قاعد تصوره اكيد راح يتحمس لما يشوف صورته بالجريده ثاني يوم، يعني في نفس رساله يوميه او بالتلفزيون لاعب مراحل سنيه اكيد راح يعني يستانس ويشد حيله اكثر، يعني غير راح تبدا البطوله يعني هو ما يدري يعني هو مو حاسس بهالشيء اللي قاعد يسويه يعني. صح كلام. فاحنا يعني البطولات المحليه نتمنى زياده البطولات بالكويت، مو لنا احنا، يعني احنا في مرحله الحين يعني
يمكن بالعكس نطالع اللاعبين الصغار اللي نتمنى انهم يكونوا ينافسونا الحين في البطولات المحليه. يعني ما نبي احنا تقريبا صار لنا 10 سنوات المنافسات محصوره على 5 أو 6 لاعبين في الكويت، فاحنا نتمنى زياده البطولات هي اللي راح تطلع اللاعبين وهي اللي راح تزيدهم حماس وتزيدهم اصرار ان يحققون نتائج متقدمه اكيد. ومستوى بطولات الخليج ايش رايك فيه؟ ثابت نفسه ولا قاعد ينزل؟ اي يعني احنا بطولات الخليج، يعني انا بلشت يمكن العب بطولات الخليج يمكن من 2002. لما كنا نروح نلعب بطولات الخليج صراحه يعني البطوله كانت محصوره للاعبين الكويت بكل امانه. يعني بطولات الخليج اي نعم طبعا البطولات المحليه اللي كنا نلعبها بالكويت يعني كانت اقوى من بطولات الخليج اللي هي كانت في قبل في 2005 2004 2003. الفترة اللي يمكن قبل يمكن 5 سنوات، آخر 5 سنوات، لا للأمانة كانت بطولة يعني مستواها جدا عالي، لأن إحنا مستوانا كلاعبين كويتيين مستوانا جدا عالي، زائد أن دولة قطر عندها لاعبين مميزين قاموا يدشون ويانا في المنافسة، عندك السعودية، عندك البحرين، عندك صراحة للأمانة في فرق وايد ممتازة، لكن المنتخب القطري شكل هو اللي حتى كان له دور في رفع مستوى بطولات الخليج. أكيد. عندهم لاعبين مميزين، عبد الرحمن المالكي، عبد الله التميمي اللاعب البطل، فهم صراحة سووا لنا يمكن اللاعب أزلان في قطر أيضا صراحة كان في منافسة كبيرة، حتى لما كنا في نلعب وياهم في الفرق كانت تخلص 2-1، تخلص دشينا وياهم منافسات صراحة يعني كبيرة، وهذا بالعكس هم هذا شيء صحي ان نشوف مستوى افضل على مستوى الخليج ويطلعون لاعبين يمثلون الخليج باحسن صوره، يعني امثال عبد الله التميمي مثلك مثل باقي اللعيبه اللي قاعد يشاركون الحين الشباب. فبالعكس بطوله الخليج في اخر 3 4 سنوات كانت من اروع ما يكون. زين، بطولة الخليج الوقت أو الفترة اللي نلعب فيها ال4 أيام هذه أو المباريات صفر عصر مثلا، تحس إنه يعني وقت كافي ولا وقت قصير؟ أنا الحاضر اللي طاف كنت حق عبد الله التميمي قلت له إيش رأيك بوقت البطولة؟ يقول لي هم أصلا مسوين البطولة عشان يخلصونها، يعني هم اي مستعجلين. اي نعم صحيح صحيح. يعني أنا شوف أقول لك شيء، يعني ما يصير ألعب مثلا قبل النهائي والنهائي بنفس اليوم، يعني نعم وايد. نعم اي يعني في الفترة الأخيرة قلت لك يعني أن كثرة تغارب المستوى بينه وبين الفرق الثانية اللي هي قطر، الحين لازم يبدأ يحطون لوائح ثانية و طريقة ثانية حتى في المباريات. يعني بدل لا نلعب احنا مباراة الصبح وعصر يبدون يخلونها على الأقل بشكل يومي، يعني نلعب مباراة في اليوم علشان يعني خلاص نبدأ شوية نطور من مستوى البطولة. يعني وانت تلعب مثلا قبل النهائي والنهائي وباكر الصبح تلعب مع نفس اللاعب اللي لعبت معه بالفريق. بالضبط عشان انه يبي يخلصون الموضوع وعرفت، واللاعب يعني يكون هو يام والضحية. هو الضحية يا مصاب او هذا، فالله يعيني. اي وحتى بتنظيم البطولات، يعني التوزيع بين الدول احس ما في ترتيب، يعني بطولة السن العام سنة بالسعودية وسنة بقطر، سنة بالسعودية وسنة بقطر. يعني انا عمري ما لعبتها بالكويت، يمكن 10 سنين ما صارت بالكويت، فما ادري على اساس يحطون التنظيم، يعني ما ادري. قلت لك هو مثل ما يعني ما في ترتيب في البطولة، يعني عشوائية شوية، يعني ساعات تمر سنة سنة ونص يمكن ما نلعب البطولة هذه، يعني هي مو بشكل سنوي، يمكن عادي كل سنة فجأة والله ترى بعد أسبوعين بطولة الخليج، فهي عشوائية يعني البطولة، فنتمنى أن يكون لها ترتيب أفضل من كذي، لأن في لاعبين مميزين في هذا في الخليج نبيهم يطلعون بس بشكل أفضل. يعني اختيار لاعبين المنتخب هنا بالكويت، شنو تفضل انت؟ الآلية تكون مثلا ان المدرب يختار مثلا 4، ولا تشوف التصنيف او مثلا تشوف نتائج البطولات، ولا حق البطولة مثلا يسوون تصفيات مثلا يدخلون 6 يبون 4، يدخلون 8 يبون 4، ولا على حسب البطولة وظروفها، شنو تفضل انت؟ انت تبيني اقول لك لو انا يعني مكان المدرب شنو راح اسوي ولا انك لاعب؟ ما ادري الصح، يعني ما ادري شنو الشيء الصح. اي يعني انا اقول لك انا كمدرب
لو انا مدرب مكان المدرب، انا في البطولات المهمه اللي هي اسيا، العالم، غرب اسيا، البطولات المهمه اللي ننافس فيها ويعني يكون لنا دور فيها، انا اختار 4 لاعبين وجهه نظري على المستوى الفني. انا اختار اللاعب على طول من غير تصفيات. اما في بطولات الخليج مثلا، ما يمنع ان نعطي اخر 2 رقم 3 ورقم 4 نعطيهم الفرصه ان يشاركون في هذه البطوله، لان بطوله مثل ما قلت لك هي على رقم 1 و2، وما يمنعنا فيهم الخير والبركه. يعني بالنسبه حق الثالث والرابع عندنا احنا بالعكس شباب ممتازين، بس البطولات المهمه اللي هي عالم واسيا واسياد، انا راح اختار اللاعبين على طول من غير اي تصفيات، يعني عشان لا تسوي حزازيات ومشاكل من اللاعبين. ايه خصوصا يمكن التصفيات انه ما ادري، انا ما اشوفها مقياس. يعني انا ممكن افوز عليك بالدوري قسمين وافوز عليك ب3 بطولات، بعدين تجيب التصفيات انت تفوز علي، بعدين تروح بدالي مثلا اذا كنا مثلا انا الرابع وانت. ف اي في انا هذا احس ان اللاعب، اي يعني اذا انا العب تصفيات، يعني يمكن اكون مو بيومي، بس انا طول السنه قاعد احقق الاول مثلا في البطولات، بس اي بالتصفيات يمكن ما لي مزاج اني العب وخسر، فحرام تظلمتني طول السنه انا مجتهد تظلمني بتصفيات انا خسرها. فنتمنى انه يعني هم طبعا لهم وجهه نظرهم، لكن نتمنى انه في البطولات المهمه يكون الاختيار على المستوى الفني، وبالعكس كل الشباب متقبلين هذا الشيء. بعدين حتى التصفيات انا العب مثلا السبت والاحد والاثنين والثلاث والاربع، اجي الخميس عندي مباراه يمكن هذه المهمه، اكون تعبان او جسمي شاد او كذي، واللي اللاعب اللي بلعب معاه امس هو مباراه سهله، انا العب مباراه صعبه، فدش بحسبه يعني. صحيح ما ادري صحيح شلون. صحيح صحيح انا اشوف انه في مشكله بمنتخب سكواش هي تواصل الاجيال. يعني مثلا يعني احنا يمكن 7 او 8 او خلينا نقول 7 6 لاعبين اعمارنا 33 34، بعدين لاعب واحد عمره 26، بعدين لاعب واحد عمره 22، بعدين لاعب عمره 18 مثلا، وبعدين نروح البطولات يمكن 3 من الـ4 يكونون اعمارهم شوي كبيره. ف انا اشوف انه في مشكله، ما ادري انت تشوف انه في مشكله ولا هذا شيء عادي، وشنو سبب المشكله. وحتى بقول لك شغله، بطوله اسيا 2014 لما رحنا هونج كونج، الـ4 اللي لعبوا البطولة هم نفسهم الـ4 اللي لعبوا بطولة العالم 2020، آخر أسبوع من 2019 كانت البطولة. نعم فخلال 6 سنوات الفريق نفسه. وهو شيء زين نفس حق معك اللاعب، صح هو شيء زين حق اللاعب اللي راح، بس بشكل عام أنا أحس إنه شيء مو وايد زين. يعني ما أدري، يعني يعني الدور هذا يرجع حق الأندية أو من اللاعب نفسه اللي هو فكر إنه يوقف لعب في مرحلة الجامعية. يعني إحنا عندنا يمكن 3 أجيال أو جيلين ورا بعض اختاروا انه يطلعون يطلع اي كلهم راحوا او اختاروا انهم يدرسون بالخارج، اللي هو بامريكا مثلا يدرسوا، ف سفرهم انه يسافرون مرحلتهم الجامعيه برا هو سوى ثغره عندنا بالفرق، يعني عندنا بالاجيال. يعني احنا عندنا جيل كامل اللي هو قبلنا او بعدنا، كلهم اقصد اللي بعدنا كلهم سافروا. يعني 4 لاعبين اختاروا انهم يسافرون من افضل اللاعبين، يعني من خيرة اللاعبين اللي ممكن ينافسون. نعم صحيح. فبعدهم حتى الجيل اللي بعده يمكن 3 لاعبين او 4 لاعبين هم اختاروا انه يكونون يسافرون برا الدراسة، فسووا لنا فجوة كبيرة. هذا اللي احنا الحين راد علينا الموضوع، ان للحين احنا قاعد ننافس على او محصور الفريق للحين قاعد ينافس. يعني احنا رحنا بطولة العالم الأخيرة، 3 لاعبين اعمارهم فوق ال 31 32 سنة. هذا انا اشوف شيء يعني في مشكلة كبيرة، لكن ما يمنع ان احنا للحين في مستوى عالي. يعني صعب ان احنا نخسر في الفترة الحالية، لان احنا نملك الخبرة الكافية، وعشان لاعب صغير يفوز علينا محليا لازم يكون على قولتهم سوليد. يعني انا مثلا عشان اخسر من لاعب صغير لازم لاعب يكون جاهز صراحه بكل امانه، عرفت؟ فنتمنى احنا قاعد نشوف في الحين لاعبين صغار طالعين شادين حيلهم،
انا عن نفسي في الفتره الحاليه راح اكون مستانس ان احد يفوز علي. اقول لك بكل صراحه، لما احد يفوز علي في الفتره الحاليه قاعد العب من غير ضغط، وقاعد العب بالعكس، قاعد العب وانا مستانس ومرتاح. يمكن قبل 4 سنوات دائما اكون شاد حيلي وهذا وما ابي اخسر، لكن الفتره الحاليه قاعد العب من غير اي ضغوطات، وبالعكس راح اكون جدا مستانس ان احد يفوز علي، وراح تزيد المنافسه طبعا بيننا. انا اشوف يمكن المشكله هي حتى غير الدراسه، يمكن حتى الرغبه. انا احس الرغبه مو موجوده، يعني رغبه اني بصير لاعب، عرفت؟ نعم يعني نعم نعم صحيح. المنتخب والاتحاد يعني اعطوه فرصه، مثلا ما نروح معسكر قبل البطوله، المعسكر مثلا البطوله فيها 4 بس، جايبين مثلا 6 7 يعني كذي زياده، عشان بس انه يدخلون بالاجواء وكذي. معسكرات، اذا تذكر معسكرات ماليزيا مثلا قبل البطوله، ترد الكويت ولا لاعب مختفي مثلا، يعني معطينك فرصة بس انت ما تبني. أنت ما قاعد تستثمر الفرصة هذه، صح؟ صح 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 وفي يت مجموعة، يمكن الحين اعمارهم، خلينا نقول اللي اعمارهم من 20 ل 28 اليوم، لما كانوا بالمراحل السنية يمكن حصلوا شيء، يمكن اللاعبين اللي قبلهم واللي بعدهم ما حصلوا، انه كانوا يلعبون بطولات اللي باوروبا، المراحل بطولات الجونيورز اللي صح باوروبا المراحل السنية طول السنة، بطولة انجلترا، بريتش اوبن، اسكتلندا، بلجيكا، هولندا، لعبوا كل البطولات، صح؟ وبشكل متواصل، واعطتهم خبرة كبيرة. لكن للاسف بعد كل هذا ما طلع من هذول اللي يمكن لاعبين مثلا كملوا، صحيح. باجي يمكن ابتعدوا، مع انه توفر لهم شيء يعني شيء وايد جدا ممتاز، يعني لو متوفر حق اللي قبلهم يمكن كان راح يطلع لاعبين اكثر وزيادة يمكن. صح. يعني قلت لك اللاعبين، اي هو سفرهم يعني لما راحوا يدرسون بالجامعه، وهذا هو اللي سوى المشكله هذه الكبيره. فهو اختار مستقبله، بالنهايه هذا مستقبله، وبالعكس احنا كل واحد يختار الوجه اللي هو يبيها. بس يعني هي لعبه الاسكواش هي فتره مرحليه معينه، يعني انت لمتى تلعب سكواش؟ انت فاهم قصدي؟ فالفترة هذه ما بين 20 سنة إلى 35 سنة، إذا أنت ما تحقق نتيجة فيها، بعدها راح توصل 40 سنة راح تتحسف، تقول أنا يا ريتني لعبت، يا ريتني أنا في بطولة معينة، يا ريتني شديت حيلي ودخلت بالفريق. أنت فاهم قصدي؟ أنا للحين هذا عمري 33 سنة، للحين أتمنى أرجع وألعب بعض البطولات. أقول يا ريت يرجع بس 5 سنوات وأشد حيلي في التمرين، عشان أرد مثلا آخذ بطولة آسيا. أنت فاهم قصدي؟ فهي قلت لك كل واحد وطموحه، كل واحد وشغفه يعني في اللعبة. قانون الاحتراف الجزئي ايش رايك؟ منه فايدة ولا لا؟ والله صراحة منه فايدة، يعني قاعد نستفيد منه فلوس، وعرفت بس انه في ظلم لاعبي المنتخب بالنسبة حق الاحتراف الجزئي. يعني مو معقول ان انا اخذ فئه الف، وبعض الفرق اللي احنا تكلمنا عنهم اللي مجرد المشاركه ياخذ نفس اللي انا اخذه مثلا. انت فاهم قصدي؟ انا طول السنه اشاد حيلي، طول السنه امثل المنتخب، طول السنه مضحي في كثير من الاشياء عشان احقق المركز الاول مثلا، او احقق نتيجه زينه. يجيك لاعب مثلا في بعض الفرق لا يتمرن ولا شيء وياخذ فئه الف نفس ما انا اخذ. فهذه قلت لك في ظلم في هذا الموضوع، يمكن انت لك وجهه نظر ثانيه يعني. وممكن لاعب مثلا لاعب فريق مركز الاول او الثاني، بس هو يمكن اللاعب الرابع او الخامس، فياخذ في اباء، بس هذا لو يروح نادي اقل برافو ممكن عليك. ياخذ، وطبعا ناديه مثلا ما راح يطلع مثلا، يعني فراح يتم موجود بالنادي. انا اذا تبي رايي، يعني الحين يمكن الدوله الوحيده بالكويت او الدوله الوحيده بالعالم هي الكويت اللي فيها شيء يمكن شيء اسمه احتراف جزئي، وهي احتراف كلي يا هواة. يعني انا اقول لنا المفروض الكويت يختارون شيء واحد منهم، يعني ان انت نص احترف او بس بالاسم احتراف جزئي، ما ادري، يعني انا ما مقتنع بهالشيء. يعني يا احتراف كلي يا يعني رياضه هواة، هني راح يبين ان اللي حاب الشيء راح يجي، ما ادري يعني. صح. يعني احنا مفهوم الاحتراف الجزئي مو فاهمينه هو شنو بالموضوع يعني، بس انه يعني احسن من لا شيء على قولتهم. يعني انا بالعكس استفيد من الاحتراف الجزئي، انا اتكلم عن نفسي وايد يفيدني صراحة. أبي أول بطولة بي اس اي لعبت متى وشلون وليش سجلت، أحد قال لك وصار بالضبط؟ يعني منو حط الطموح أو منو قال لك سجل؟ اول بطولة بي اس اي لعبناها، اتوقع انها كانت في 2004 او 2005. شاركنا في بطولتين في نيوزيلندا، سافرنا
ما اسمع انت وخمسه يمكن او اربعه كذي. تقريبا رحنا جروب 4 إلى 5 لاعبين، شاركنا في بطولتين هناك. بصراحة خبرة جديدة ونيو اكسبيرينس على قولتهم. رحت مجرد مشاركة، بطولات ممتازة فيها لاعبين مميزين، يعني حققنا نتيجة متقدمة. ما قدرنا نفوز في البطولات، لكن بالعكس أضافت لنا الخبرة والاحتكاك، وهذا اللي خلتنا حتى في البطولات اللي بعدها نحقق نتائج متقدمة. يعني أنا بلشت بي اس اي البطولات الدولية من وأنا صغير، من عمر صغير، فهذا اللي بالعكس هذا اللي خلاني مثلا اكتسب خبرة سريعة، أنت فاهم قصدي؟ بالعكس بطولات نيوزيلندا والبطولات هذه يعني كانت من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها أكيد. في احد قال لك سجل ولا بروحك يعني، او احد سجلك او احد شجعك؟ لا والله، يعني كان عندنا مدرب كابتن أمير وجيه، يعني هو اللي وإحنا صغار، يعني طبعا صغار بالسن، هو اللي كان دائما يحط لنا بعض الخطط، يعني إنه والله لازم بلش شارك في بطولات البي اس اي، او جرب، او انت تقدر تفوز في البطولات وراح تشوف، وتعرف كابتن امير. فبالعكس يعني كانت مغامره حلوه وفادتنا، يعني بصراحه في نهايه المطاف يعني كان لها دور كبير اكيد. وبعدين انت يعني هي لما تشارك مره وتشوف الاجواء، مثلا تفوز مباراه تخسر الدور اللي بعده، تشجع انه يلا البطوله الجايه خلا، مثلا انا خسرت دور 16 خلا اخسر دور 8 مثلا. يعني انا اذكر اول مره سافرت يمكن 2009 كانت بطوله باكرانيا، رايح يعني حماسي كان عادي اني ابي العب، بس لما شفت الاجواء وشفت انه مثلا خسرت اول دور 3-0 حسيت انه لا، انا بهالمستوى او بهالتمرين ما راح اقدر افوز، لازم اشد حيلي اكثر واجرب اكثر اكثر، ولازم استمراريه بالمشاركات. وهالشيء اللي من بعدها هني بديت وقمت احس بالفرق اكيد. يعني انت لما تلعب بطوله بشكل شهري غير لما بالسنه تلعب لك بطولتين ثلاث، يعني احساسك بالملعب يكون غير، يعني يختلف غير لما تلعب بطوله بشكل شهري، تحس الاجواء انت متعود عليها يعني يكون الموضوع سهل لك يعني. صحيح صحيح والله. انا شوف عمار، يعني انا بالنسبه لي في البطولات بي اس اي، يعني انا شويه عقليتي يعني ما اقدر اقول لك يعني احترافيه 100%، لكن على قولتهم مزاجي في بطولات بي اس اي. يعني عادي تلاقيني مسافر بطوله ومجهز ومتمرن، وممكن احقق البطوله، يعني ممكن افوز بالبطوله، افوز على لاعبين وايد زينين، بس تلاقيني اول ما اوصل الفندق اطالع يمين يسار، ما عجبني الوضع، عادي اخذ جنطتي ارجع الكويت، يعني اهد البطوله، اهد كل شيء، عرفت، اهد التمرين اللي انا تمرنته. فهي كل واحد وعقليته، وهذا اثر علي صراحه. يعني انا قلت لك الاشياء اللي انا كنت اسويها، في وايد لاعبين يدرون عن هالشيء، يعني يدرون ان انا اذا ما ابي العب عادي ما اخذ جنطتي وياي الملعب، اخلص انسحب مثلا وارجع الكويت. فقلت لك هذا الشيء وايد اثر علي، وليومك هذا انا متحسف عليه. اي، وحتى لما تلعب بطولات مرات يعني مثل مدن صغيره او انت مسافر بروحك، بالضبط تكون مثلا مدينه كذي تاون كذي قريه، وانت رايح بروحك بالغرفه، لازم يعني لازم مخك يكون صلب وايد عشان بالضبط بالضبط تكمل. اي الموضوع صعب. فانت يعني انا للامانه انت من الناس اللي مكافحين في الموضوع هذا، قاعد تلعب بطولات، يعني قاعد نشوف قاعد تروح مدن. يعني انا صراحه لو انا اروح مثلا المدينه هذه ما اتوقع ان راح العب، راح ارجع. فانت ما شاء الله دايس، صار لك كم سنه وعندك طموح، وبالعكس هذا شيء يسجل لك، وبالعكس الله يوفقك والله. اجمعين. وبعدين يمكن هذا اللي يخليك يفرق، يعني يخليك تفرق يمكن بالكويت، يعني انه لما ترد انت متعود على ليفل اعلى، فلما ترد يعني تلعب لعب اقل فيمكن تكون مرتاح اكثر، انت متعود على اجواء اصعب ترد اجواء اسهل تصير عليك، يمكن عرفت كذي يعني. وبعدين صحيح بالنهايه انا صحيح اللعبه يعني انا كذي رايي، يعني اذا عمرك مثلا من 20 ل 30 وما تلعب بي اس اي، يعني احس اللي قاعد تسويه كنا ما له داعي، ما ادري. اي والله. شوف انا عمار بقول لك شغله، يعني الحين انا قاعد اقول حق الشباب مثلا اللي قاعد يتابعونا الحين اللي اعمارهم 18 19 20، اذا ما تلعب بي اس اي بطل. اي صح اذا صح بس اخذها مني، اذا ما تلعب بي اس اي الحين تسجل من باكر، تسجل تدفع وتبدا هذا تفكر تغير عقليتك، لا بطل بطل خلاص، يعني اعلن اعتزالك مبكر وهذا، وروح ادرس برا. يعني اللي قاعد تسويه بالكويت دوري كويتي وهذا ما راح ينفعك، لازم تسجل بي اس اي وتشارك وتشوف حياتك. يعني لما بس تلعب هني بالكويت اصلا حتى مخك انا احس يعني
مخك ينزل، ما ادري شلون يعني. انا احس انه يمكن صار لي سنه ونص ممس، يمكن اكثر سنه تكلمت عن الدوري. العاده انا بس هي العب والعب مباراه وارد اسافر وكذي، عرفت؟ صح. انا ما عندي شيء ثاني، عرفت؟ اي، واحنا المشكله هني بالكويت يعني ما عندنا بطولات. يعني احنا يعني من وين لوين نلعب بطوله؟ يعني انا اذا لعبت مثلا بطوله محليه بالكويت اقعد مثلا عادي شهر ما اتمرن، قبل البطوله الثانيه باسبوع تلاقيني شديت حيلي او بعشرة ايام. فبالعكس هذا شيء، هاي خرابيط يعني، انت فاهم قصدي؟ وبعدين لما تلعب بشكل شهري خلاص انت لازم على طول جاهز، على طول تتمرن، على طول يعني على طول بالفورمه لازم يعني. صح. فهذا الدافع اللي يخليك تتمرن، ان انت تشارك بطولات البي سي، هذا الدافع الوحيد اللي يخليك تتمرن. ابي السبونسرات اللي حصلتها يعني ترتيب، منو اللي ساعدك او منو اللي وفر لك هالشيء مثلا؟ منو اللي وصل لك؟ اي طبعا، بالنسبه حق الشركات اللي الراعيه اللي يعني ما قصرت وياي بالفتره الاخيره، السيد فؤاد الغانم هو يمكن اول سبونسر صار معاي في 2005 او 2006، ما قصر معاي صراحه، ومشكورين للاتحاد الكويتي للسكواش، هم اللي صراحه سعوا حق هذا الموضوع على اتوقع راسهم السيد حسين مقصيد، صراحه يعني من الناس اللي كان له دور ايضا في الموضوع هذا. بعدها انتقلت مع الشيخ فاديه دقيقة، السائق. كان اسمه صدق فؤاد الغانم، الفانيلة كان مكتوب عليها لامبورجيني، فانت ايه ام عب فانت لما تسافر برا اللاعبين على بالهم تسوق لامبورجيني. ما يدرون ان جالنت عندي. ايه لا لا، شوف هم يعني ايه، كان لامبورجيني يعني كان مخوفهم، عرفت؟ بس ايه مثل ما قلت لك يعني، بعد السبونسر هذا صراحة انتقلت لشركة جنة اللي تملك الشيخة فاديه السعد، صراحة ما قصرت فيها حتى فترة من الفترات، يعني دعمتني وخلتني أشارك في بطولات البي اس اي، لأن تدري بطولات البي اس اي مكلفة عمار، عشان تشارك بطولات أو 13 بطولة بالسنة صراحة مكلفة بالنسبة لي أنا، يمكن بعض الناس يمكن ما عندهم مشكلة. إيه الشيخة فادي ما قصرت فيها، يمكن خلال 3 سنوات أو 4 سنوات. بعدها رديت حق فؤاد الغانم، مع ولد ابو فؤاد، محمود فؤاد الغانم، بصراحه هو صراحه يعني من الناس اللي ما قصروا معاي فتره من فترات، وصراحه قال لي اللي تامر فيه، واعطاني صراحه دفعه ايجابيه، وشاركت بطولات بي اس اي واستمرينا. وبعدها جاء لي عرض ثاني اللي هو من جريده الوطن، اللي كان مسؤول عنها الشيخ خليفة العلي صراحة الصباح. هو صراحة من الناس متابعين جيدين حق لعبة الاسكواش، يعني يعرف اللاعبين ويعرف نقاط ضعفهم، فمتابع جيد، انا اذكر عرفت؟ مره رحنا هونغ كونغ لعبنا بطوله، فانت تقول لي هو قاعد ان من بتلعب مع منو وكم تصنيفه وكم عمره وشنو نقاط ضعفه وشايف المباريات وانا استغربت انه يعني اي الحب هذا. والله صراحة الشيخ خليفة من الناس اللي كان لهم بصمة في وصولي حق التصنيف 33 العالم، صراحة هو من الناس اللي كان لهم دور كبير، مو شوية صراحة يعني. كنت أي شيء أقوله كان متوفر لي، سواء بطولات، حتى نظم لنا بطولة بالكويت اللي هي 50,000 دولار، من البطولات الكبيرة صراحة اللي فادت جميع اللاعبين بالكويت. ما قصر صراحة معاي في كثير من الأشياء، ويعني أنا مثل ما قلت لك مريت بمراحل عديدة في رعايتي من الشركات، وصراحة ما قصروا، وكل واحد كان له دور حتى في وصولي اللي أنا وصلت له. زين، ابي فائده البطولات بالكويت اللي كانت تصير الدوليه البي اس اي، يعني اللي هي من 2010 11 ل 2015 تقريبا، بعدها يمكن وقفت. انا اشوف كانت فائده كبيره حق كل اللاعبين. اول شيء اللاعبين السن العام كانوا يعني احنا يمكن كلنا يعني وصلنا لاعلى تصنيف حقنا بهالفتره، سواء انا انت بدر الحسيني يوسف نزار يمكن كذا، يمكن فلاح فايز يمكن كذا لاعب ما بينسى احد، يعني وصلنا لاعلى تصنيف بهالفتره هذه. وترى كل دول العالم قاعد تسوي كذي، يمكن الحين
مثلا دولة باكستان تنظم وايد بطولات، تشوف لاعبينها تصنيفهم مثلا مرتفع. وتدري انت لما تلعب ديرتك طالع من بيتك مثلا رايح الملعب، انت متعود عليه، الاجواء انت متعود عليهم، مدربينك معاك، اهلك ربعك كلهم معاك، غير لما تروح تطق درب امريكا ولا انت بروحك مثلا. فشيء كان وايد فايدنا. والشيء الثاني انه بالدور التمهيدي اللاعبين المراحل السنيه كان في لاعبين اعمارهم 15 16 17 كانوا يشاركون ويلعبون مع لاعبين عالميين يعني، فياخذون خبره يعني. هالشيء كان وايد فايد كله اتوقع. اي يعني طبعا البطولات البي اس المحليه اللي صارت في الفتره الاخيره، يمكن اللي انت قلت عنها الحقبه هذه اللي باربع خمس سنوات، صارت كثافه كبيره في بطولات البي اس بالكويت. احنا استفدنا منها، كل اللاعبين كل لاعب يستفاد منهم، سواء اللي مشارك في البي اس واللي اسمه حتى مو موجود في البي اس، هو مجرد احتكاك مع اللاعبين العالميين اللي يو يلعبون البطولات. هذه شيء كبير. فانا واحد من الناس، انا واحد من الناس اللي هو البطولات اللي صارت بالكويت وايد فادتني صراحه، يعني تقريبا 90% منهم انا فزت فيهم، وهذا اللي خلاني انا ادخل داخل 50 على العالم صراحه، ووفر علي ان انا اسافر بالخارج، لان انا يعني واحد من الناس اللي ما يحبون يسافرون يعني. صح، يعني انت بدأت تسافر مثلا خلينا نقول 10 سفرات 10 بطولات، لو تلعب 5 بطولات بالكويت انت كذي وفرت خمس سفرات، فانت راح تسافر بس 5 والخمسه الثانيين بالكويت. فهالشيء توفر مجهود وفلوس، وادائك راح يكون احسن، وتصنيفك راح يكون احسن، نتائجك احسن، كل شيء. اي مثل ما قلت لك، الفترة هذه صراحة كلنا تصنيفنا صعد، يعني اذكر انت يمكن وصلت 74 على العالم، 71 هذه انت اي، وانا وصلت تقريبا حتى مركز متقدم يعني، ويوسف وفلاح والشباب بدر كلهم صراحة تخلوا لقدام. نتمنى يعني الفترة الجاية صراحة الاتحاد الكويتي سكواش الفترة الجاية إن شاء الله بعد كورونا إن شاء الله ما راح يقصر معانا، وراح ينظم لنا البطولات إن شاء الله، وإن شاء الله ما راح يقصرون أكيد معانا. هالموسم شفت انت اكاونت سكواش كويت، يمكن اول مره ان تتصور وايد مباريات وتصور في فيديوهات ومباريات. صراحه الشباب يعني يعطيهم العافيه، ايش رايك بالاكاونت وبالمجهود وبشكل عام يعني؟ والله الفكرة روعة، يعني لو مو هم مسوينها كان انا سويتها صراحة، يعني انا بسيطر. لا بس شوف والله، يعني سكواش هذا الموقع مال نقل المباريات عالمي صراحة، فكرة عالمية وفكرة رهيبة والله، ووايد ناس صراحة حاولوا ان يسوون هذا الموضوع، بس هم صراحة هم لهم الكريدت على قولتهم. بس صح انا صح في شغلة في يعني انا في شغلة اتمنى ان يركزون عليها، يعني انت الحين نقلت تقريبا تقع بشكل يومي او بشكل اسبوعي يمكن الفتره اللي طافت هذه في القسم الاول، نتمنى انه يصير شويه يعني دعم زياده حق اللاعبين، مو شرط مثلا افضل 5 لاعبين، لكن نتمنى عشان يتحسن مستوى اللاعبين ويصير في احتكاك زياده ونرفع مستوى اللاعبين، نتمنى على الأقل يصير مثل اختيار لاعب الأسبوع مثلا، يعني أنت نقلت كل المباريات، فهي تطلع في الفترة نهاية الأسبوع والله لاعب الأسبوع اللاعب الفلاني مثلا، هذا فكرة عندك، وضع جوائز عينية مثلا للاعبين، درع مثلا نهاية الأسبوع أو نهاية الشهر عندك عدم، بس في شغلة اللي هي لا تحصر النقل على نادي معين، يعني لا تحصل على نادي اليرموك، لا تحصل على نادي الكويت، لا تحصل على، انت فاهم قصدي؟ نتمنى انه يصير شويه اي النقل، يعني هم توهم بادين، احنا ما نبي نضغط عليهم يعني، بالعكس فكره وايد حلوه وجباره، واحنا وياهم والله يوفقهم. وحتى يعني اللاعب يكون عنده ارشيف يعني، او انه يعني يشوف المباريات، وحتى مثلا بالضبط. اهله يعني المدربين بشكل عام كله يعني. صح، لا الله يعطيهم العافية صراحة شباب، والله يوفقهم. انا صراحة ودي اخر موسم الاتحاد يكرمهم يعني شباب، يعني يعطيهم درع او شيء لو نتمنى. اي والله والله يستاهلون، وبالعكس ونبيهم يتطورون الأكثر يعني. ان شاء الله. انا بشوف الاسئلة وبحط اللي أخت منار صنقور المذيعة تقول لك ليش ما نسمع عن بطولة الكويت السكواش، وشنو خطط الاتحاد للفترة الجاية في بطولات نسائية يمكن قبل
مر اسبوعين ثلاث او شهر يمكن كانت بطوله، وعلى كلام الاتحاد انه راح يصير في كذا بطوله بالسنه يعني، فهذا على كلامهم. بس هم يعلنون باكونت الاكونت الاتحاد بالانستغرام، هم يعلنون يعني. وحتى باتحاد السكواش هم اي سيده تقدر تجي الاتحاد وتمارس اللعبه، ومع الوقت راح تتعرف على السيدات الثانيين وتقدر تشارك بطولات يعني. اكيد. الأكاديمية بعد ترى موجودة. ايه تعال تقول قول قول لا قول ايه يعني الأكاديمية قلت لك الفترة الأخيرة هذه شوية يعني بالعكس خلتني يعني أشد حيلي صراحة. يعني يمكن قبلي افتحوا أكاديميات يعني صراحة كان لهم دور حتى في نشر اللعبة، يعني يمكن أكاديمية أو تنتين كانوا قبلي صراحة شدوا حيلهم وبالعكس فكرتهم كانت وايد حلوة، و وصار زادت المنافسه طبعا، ودخلت انا سويت لي الاكاديميه الخاصه فيني باتحاد الكويت للسكواش. صراحه يعني نعلم فيها لعب الناس ونثقف الناس في لعبه السكواش، لان من الالعاب صراحه اللي لهم فائده كبيره في صحه الجسم، وبالعكس تعطيك لياقه عاليه. يمكن في ناس ما تدري يعني، يمكن في جزء من ابطال العالم الحين موجودين، خلينا نقول مثلا علي فرج ولا مروان الشربقي ولا ما ادري منو بعد، ترى يتلون فتره يعني وهم صغار، ترى بداوا يمكن من الكويت اذا تذكر، كانوا يجون ايه يشربون قد القادسيه مثلا، وكانوا يجون يلعبون هنا، خصوصا ان مصر قريبه من الكويت ومصر فيها وايد لاعبين، فكانوا يجون يشاركون بهالبطولات، فاحنا نستفيد اكثر يعني، احنا بعد نستفيد، مستواهم عالي. صح صحيح. كابتن احمد السيد، ما رايك في تقسيم الدوري الفباء؟ هذا قلناه قبل بدايه يقول لك شلون توقعت ان مروان الشربقي بيفوز بالبطوله امس؟ والله صراحة أنا معجب لعب مروان الشربقي، يعني الفترة الأخيرة صراحة لاعب منتلي سوليد، يعني هو صراحة من أفضل اللاعبين الحين في التوب 10 اللي هو هني وايد قوي، يعني يصير في احتكاك داخل الملعب، ساعات يشط مع الحكم أو يكلم الحكم، لكن تركيزه 100%، ويعني صعب تلاقي لاعب في هذا التركيز زين، وهذا اللي بصراحة مخليه هو خطوة حاليا لقدام يعني عند باقي اللاعبين. مرسي المنصر خو يقول لك سر الاستمرار بالرياضة بشكل عام والسكواش بشكل خاص خلال مسيرته وبعد كل هالسنين، يعني ليش مستمر يعني سنوات هذه؟ والله قلت لك أنا يعني فترة وأنا صغير يعني ضحيت كثير من الأشياء، يعني الدراسة وايد أشياء صراحة، فهذا اللي مخليني أنا أستمر، لأن أنا عندي شيء أبي أقدمه حق اللعبة، مو على مستوى مثلا التدريب ولا هذا، أنا يعني كلاعب للحين أشوف نفسي أقدر أعطي، فاهم قصدي؟ ما يمنع، بالعكس ما اليوم ممكن أخسر باكر أفوز، لكن طالما أنا أشوف نفسي إن للحين أقدر أعطي، للحين أقدر ألعب، ما يمنع إن للحين أكون موجود يعني. عرفت؟ فنتمنى يعني ان شاء الله راح نبطل يعني كلها سنة وخلاص سنة سنتين. أكاديمية سكواش هيروز تقول لك هل تعيدون وجود مدرب كويتي بالمنتخب؟ المدرب الكويتي بالمنتخب؟ طبعا طبعا، يعني يمكن قبل كم شهر كان ويانا المدير الفني الكابتن الكبير فيصل صرخو، صراحة من الناس اللي انا استفدت بوجوده لما كان هو مدرب او يعني مدير فني في المنتخب، صراحه استفدنا احنا كثير، يعني قرب اللاعبين من بعض، وضع الخطط ووضع البرامج، حاول يكسب اللاعبين، ما قصر وياي يعني انا في كثير من الاشياء صراحه، يعني فاجأني كثير من الاشياء، يمكن في اشياء بيني وبينه يمكن ما حد يدري عنها صراحه، هذا اللي يخليني انا الحين لا انا ما امدحه مجامله، امدحه لانه هو ريال صدق يستاهل، وهو قد الثقة، والله يوفقك يا أبو علي، سواء أنت بالمنتخب ولا بنادي ثاني أنت مكسب كبير زين، وأيضا كان ويانا كابتن محمد يعقوب،
ايضا كان صراحه من الناس اللي كان لهم دور في المنتخب، فالله يوفقهم سواء كان بالمنتخب الحالي او كانوا سابقا او اليوم احنا نشوفهم في الانديه يمكن بعد. كابتن ناصر الفرج يقول لك عبد الله شلونك؟ شنو افضل بطولة لعبت فيها وافضل مدرب تدربت معه؟ شوف افضل غالك كابتن ناصر حبيبي، كابتن ناصر صراحه اللي حتى كان لهم فضل علي في شغله، ويعني بيني وبينه طبعا البطوله اللي افضل بطوله شاركت فيها يعني بطولات اسيا، وابرزهم هي اسياد كوريا اللي لعبناها في 2014 2014. اي وشنو السؤال الثاني؟ أفضل مدرب تدربت معه؟ افضل مدرب، وايد مدربين صراحه مروا علينا، بس كابتن امير وجيه هو اللي كان له بصمه صراحه في تطور مستواي. أبو زياد يقول لك مرتاح بنادي الكويت؟ يعني صراحه نادي الكويت يعني والله يعني من قبل انتقالي وبعد انتقالي يعني صراحه فكر احترافي، الناس يعاملونك على أعلى مستوى من الاحتراف، شنو ناقصك، شنو محتاج، كل هذا عشان أكيد يصب في مصلحة نادي الكويت، يصب في مصلحة الكويت بشكل يعني عام، يعني لأن احنا صراحة هم ينظرون، أنا متأكد أنهم ينظرون أيضا لمصلحة نادي الكويت، وأيضا منظور مشاركاتنا الخارجية ومنتخب الكويت، أنت فاهم قصدي؟ فبالعكس في أنا شغل أشكر ألف قول يعني أشكر نادي الكويت صراحة على هذه الخطوة، أن انظروا حق لعبة الاسكواش يمكن في آخر سنة أو سنتين داشين في المنافسة إن شاء الله السنة الجاية واللي بعدها إن شاء الله راح ندش بشكل أقوى، وأحب أشكرهم، وإن شاء الله إن شاء الله كلنا بيد واحدة وراح نحقق نتيجة إن شاء الله تسر إدارة نادي الكويت إن شاء الله، وبإذن الله الله يوفقنا إن شاء الله. في شيء، في شغله تويت ببالي الحين، الالعاب الجماعيه غير القدم، يعني السله والطائره واليد اذا ماني غلطان، اي لاعب يصير عمره فوق ال30 يقدر ينتقل اي نادي يبي، خلاص لا يصير له الحريه. تأيد هالشيء؟ ودك يصير هالشيء بالسكواش ولا تشوف انه زين ولا مو زين؟ اتمنى انه يصير هالشيء وباسرع وقت صراحه، لان احنا مثل ما قلت لك افضل اللاعبين الحين هم فوق ال30، فانت يعني هم يمكن ما قصروا في منهم صغار صراحه مثلوا النادي اللي هم يشاركون فيه، خلاص انت الحين لازم تعطيهم الفرصه انه يشاركون مع انديه ثانيه، ويزيد المنافسه تزيد، وتعطيهم فرصه حتى انه يستفيدون في مرحلتهم الاخيره من اللعب. فنتمنى يعني احنا بدل ما نشوف مثلا في نادي يرموك 3 لاعبين منتخب من افضل اللاعبين على مستوى الكويت، نتمنى نشوفهم في بعض الانديه الثانيه تجي لهم عروض ويشاركون ويستفيدون، مثل ما انا رحت نادي الكويت نتمنى كل اللاعبين المميزين يروحون ينتشرون في الانديه الثانيه. شنو رأيك بالحكام بالاتحاد؟ سؤال من الحكم إسماعيل عريان. أقدر أطوف السؤال ولا؟ next question. Next question. طوف تكفى طوف، والله ما لنا خلق نسأل. أحمد السيد يقول لك لو فلوح موجود معاكم بالسفرة والمعسكر، شنو ترينة السفرة والمعسكر؟ شوف قبل لا اتكلم انا يمكن كنت قاعد غشمر صراحه موضوع الحكام، في حكام على مستوى جيد وقاعد يحاولوا يطورون من مستواهم زين، ما نبي نبخس بعض الحكام بالزينين، وفي في حكام صراحه للحين تفكيرهم على القوانين القديمه وما قاعد يحاولوا يطورون من نفسهم، فلازم ان صراحه نشكر الحكام اللي قاعد يحاولون يطورون من نفسهم وصراحه وقاعد يحاولون ان يجارون لعبنا ويجارون السرعه اللي احنا قاعد نلعب فيها في الملعب،
لهم كل التقدير والاحترام زين، وكنت قاعد اتغشمر زين. وبالنسبه حق سؤال فلاح انه لازم يكون يانا بالمعسكر، فلاح من الناس اللي صراحه على مستوى اللعب من افضل اللاعبين بالكويت اللي مروا بتاريخ الكويت. بعد انا ما اقول ترى فلاح من اللاعبين، فلاح وسالم من اللاعبين الخطيرين، لو تعطيهم تريحهم نفسيا وتعطيهم الدعم الكافي صراحه يمكن تتوافقني الراي عمار، هم من اللاعبين المميزين. لكن قاعد يمرون بمراحل يعني، مره فوق ومره تحت، لكن لاعبين يعني صراحه هم من الناس اللي كانوا يساندوني حتى في نادي السالميه، لاعبين خطيرين. وفلاح من اللاعبين صراحه اللي يعطي جو بالفريق، ووجوده وايد مهم، سواء انه هو يكون ويانا هو بدأ كمشرف فريق، لاعب، وات ايفر، لازم يكون موجود يعني فلاح. أصلاً لما يجي التمرين يصير غير. اي التمرين يحلى ويعطي جو حق الفريق، وهذا الله يوفقك. كان في سؤال خالد الجنيدي، طبعا لاعب نادي الكويت المنتخب، هو الحين يدرس بامريكا، واحد من اللاعبين راح امريكا، يقول لك اذا والنعم، تخرج كان حقه بالفريق ولا ما في. اذا ايضو ناطرينه ناطرينه، خلود مكانه موجود يرد يشد حيله. والله ذاك اليوم قاعد اكلم اخوه، وان شاء الله احنا بالعكس يعني، هذا ناديه بالنهايه يعني، ونتمنى ان شاء الله يرجع ويشد حيله. وخالد يعني هو اكثر الناس اللي احنا ضربنا عليهم امثله يعني، كان بطل الكويت يمكن في مرحلته، وراح درس برا وشاف مستقبله. لكن كان طبعا لو مكمل، اي لو مكمل مثلا بالسكواش، كان احنا ممكن صف في افضل 4 لاعبين بالكويت او 5 لاعبين. فخالد من اللاعبين الممتازين صراحه. انا في شغله هم بغيت اقولها ونسيت، بطوله عربيه انا اقول لك، انت تسال عمرو شبان شنو اي بطوله كانت، بطوله الانديه اعتقد ولا المنتخب كان؟ اي لعبت في بطولة الأندية بمصر، شاركت مع نادي السالمية كأبطال الدوري، ايه وعمرو شبانة كان يمثل نادي الأهلي، نادي الأهلي المصري. فاحنا بلشنا في مسابقات الفردي زين، وفي دور الثمانية طحت مع اللاعب بطل العالم عمرو شبانة. عمرو شبانة طبعا يعني مثل أعلى ولاعب كبير، وأنا مجرد دخولي إياه الملعب هذا مكسب كبير أكيد. تذكر اي كان سنة؟ انك تلعب هي يمكن 2012، لا مو 2012 يعني، يمكن 2010 يمكن 2008 صح؟ 2010 2008 يعني، كانت قديمة صراحة. بس هو كان بطل عالم يعني، هو من اللاعبين تاريخ أسطورة لعبة الاسكواش يعني. فان انا ادخل العب وياه بالجدول واسمي باسمه شيء كبير. فدخلت ولعبت وياه وهذا، قاعد العب زين. فما يعني ما يبي يلعب يعني، هو ما يبي يلعب، هو ما يبي يلعب صراحة. قلت له زين انا انسحب، تقول لي لا العب يا عبد الله. وبس والله يعني، انا يمكن خلال يمكن 10 دقائق او ربع ساعة انا كنت فايز، اكتشفت ان انا فزت بالمباراة. هو اي وبعدين هو كان اوريدي متمرن الصبح زين، وما يعني ما كان حاسب حساب البطولة هذه. دقوا عليه قالوا له تعال في مباراة، وعشان صراحة يعني ما ابي انا اكون انا لا هو كان جاي، ما كان جاي حاسب حساب يعني، قالوا له يمكن قبلها بساعة ان عندك مباراة وطحت مع عبد الله. فهو شاف ان انا لا متمرن الصبح والعب مع عبد الله، ما راح اقدر العب، عرفت؟ يا اما عبد الله لازم اجي وياه جاهز، ولا انه ما ينفع ان انا ادش وخربط وياه. فبالعكس هنا كان احترم حتى وضعي في الملعب واسمي وهذا. فانا صراحة ما احب ان اذكر وايد هذه المباراه يعني، يمكن وايد ناس ترى ما يدرون عن الموضوع لان انا ما اتكلم فيه. وبالنهايه هذا الكابتن عمرو شبانه لاعب كبير وبطل عالم وقدوه لي انا ومثل اعلى لكثير من اللاعبين. علي الشميري لاعب نادي القرين يقول لك شلون تشوف مستوى نعم شنو عمار؟
ما قاعد تقرا، يقول لك شلون تشوف مستوى اللاعب عند المغربي الفترة اللي طافت؟ شلون تشوف مستوى اللاعب بدل او لاعب بدل مغربي؟ لاعب ممتاز، ولعبت يا تو يمكن من شهر لعبت يا بالدوري، ومتطور مستوى وايد، لكن محتاج انه يركز ويشد على نفسه زين. و يعني في اخطاء قاعد يسويها صراحة لازم يتفاداها ان شاء الله، ونتمنى ان هذا من اللاعبين صراحة اللي لازم يشاركون في البي اس، يعني ما ادري ايش ناطر صراحة بدل المغربي، اتمنى انه يشارك وياخذ ربعه وياه ويشدون حيلهم. صح. هذا السؤال حقي، من اللاعبين يرموك العام حاليا بالترتيب؟ يعني يوسف نزار وعلي الرامزي وشملان وأنا الرابع، يعني احنا أربعة تقريبا احنا اللي نلعب. عمار يترك عروض من برا، ماكو لاعب بالكويت ما يطلع عروض من برا. كل لاعبين يطلعون عروض من برا. هذا السؤال حقك، هل في فرق سكواش او تدريب السيدات؟ هذا في اخت تسالك. والله احنا بالنسبه لنا قلت لك انا عندي ما ادري فريق المنتخب، بس انه انا عندي اكاديميه خاصه فيني، ادرب طبعا جميع الاعمار واستقبل جميع الاعمار، وبالعكس حياهم الله. انا كنت خايف ان ما نطوف الساعة وما نوصل الساعة، بس طفنا لا ما الساعة. شاء الله ساعة، ساعة وعشرة الحين. انا خلصت، تبي تقول شيء؟ لا والله مشكور يا عمار، وبالعكس انا تشرفت بوجودي وياك، انت لاعب كبير، ويمكن السنوات الاخيره صراحه كنت ند عنيد وياي في كثير من المباريات زين، وانت لاعب مجتهد وبالعكس تستاهل زين، وشيء كبير ان احنا نشوف انه يعني صراحه يعني ان انا قاعد اشارك بطولات كبيره وقاعد احقق بطولات اسيا مثلا، واحقق هذا والعب وياك تصير مباريات 3-2 و3-1، انت لاعب كبير اكيد، يعني عندك بطولات ان شاء الله تشارك فيها وزين، ونشوفك ان شاء الله تحقق كثير من بطولات في البي اس اي يا رب. إن شاء الله وياك، مشكور، نشوفك حبيبي مباشر عقب باشر. باذن الله ان شاء الله. يلا حبيبي 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 حبيبي.